بحكم العامل البدني اللي سبقونا فيه ورتم الماتشات ورتم المباريات ونظام الدوري وهذا الاشياء اللي كلها احنا ما عملناش في ليبيا والظروف ممكن تعرفوها مش لازم نحكوا فيها ونطرقوها. بالنسبه للشوط الثاني درنا تغييرات تاعنا جدا شنو اللي كان ناقص الفريق الليبي باش انه يوصل مرمى ديال حسنية تكادير؟ ثلاث من المباريات ما يقدرش يجاري حسنية تكادير 90 دقيقة، قدرنا نجاروهم 25 30 دقيقة الشوط الثاني، وصلنا للمرمى حسنية وضيعنا فرص. فكانت هذه خطة تكتيكية مننا أن احنا نقسموا المباراة على أجزاء ووفقنا في الشيء هذا، ما نقدروش نحلوا اللعب مع فريق زي حسنية واصل نصف نهائي الكونفدرالية السنة اللي فاتت، ترتيب ثالث في الدوري المنتظم، الدوري المغربي، لعب أكثر من 60 ماتش عكس فريق الاتحاد اللي لعب كل يمكن في عام ونص 7 ماتشات.